بدأت أصلي قيام الليل فأنام وأقوم قبل صلاة الفجر بوقت محدد. جيد. أحيانا أكون متعبا من الأولاد ومشغل البيت فأخاف أن أضيع قيام الليل، فقررت أن أصليها من بعد صلاة العشاء، أي أصلي العشاء أبدأ قيام الليل ثم الشفع والوتر. الشق الثاني من السؤال، كنت أصليها بما أحفظ من سور صغيرة، والآن أصبحت أصليها بورد اليومي من القرآن، هل يعتبر يعني قيام الليل إذا صليته بعد العشاء يعتبر قياما معتبرا شرعا؟ فيخص بالقراءة بورد اليوم جائز؟ الجواب عن هذا، يا أمة الله لا حرج عليك في كل ما ذكرت، والحمد لله على توسعته على عباده. إن قيام الليل يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء، حتى ولو كانت مجموعة مع المغرب لسفر أو مطر أو غير ذلك، ويستمر وقته إلى طلوع الفجر الثاني. بل يعني أزيد كيف أقول، ذهب بعض أهل العلم كالحنابلة إلى أن وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب وينتهي بطلوع الفجر الثاني، وينتهي بطلوع الفجر الثاني، فلا حرج عليك فيما ذكرت. البهوتي أحد علماء الحنابلة يذكر هذا فيقول: ويستحب التنفل بين العشاءين، وهو أي التنفل بين العشاءين من قيام الليل، لأنه الليل يبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني، لقول أنس رضي الله عنه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء يصلون. والحديث رواه أبو داود. وأما بالنسبة لقراءة الورد اليومي في قيام الليل، لا حرج في هذا، لأنه لا تلزم لقيام الليل قراءة خاصة، بل أي قراءة تقرأينها فهي معتبرة، وأرجو أن تكون مقبولة إن شاء الله، فلا حرج عليك ولا تضيقي واسعا، جزاك الله خيرا.